مباراه نتمناها ان تكون رائعه، مباراه نتمناها ان تكون من المباريات الجميله. لدينا حضور جماهيري اليوم ايضا جيد ورائع بالنسبه لهذا اللقاء، لقاء لا يخلو من الاهميه بالنسبه للمنتخب القطري على اعتبار انه حقق انتصار على منتخبنا. هنا طاقم تحكيم المباراه بقياده واثق محمد وحسين تركي، جهاد عطيه وسالم عامر طاقم تحكيم هذا اللقاء، وهنا المنتخب القطري وايضا منتخب سوريا للقاء اليوم. كما ذكرت بأن المنتخب القطري لديه النقاط الثلاث والانتصار الأول على حساب منتخبنا في المباراة الأولى، وبالتالي يعني مباراة الصعبة اليوم، وأيضا المنتخب السوري الذي يتطلع من خلال اللقاء الأول إلى انتصار أول، وبالتالي ستكون مباراة من المباريات الجميلة. يبدو لي قطر على اليسار وسوريا على اليمين، وبالتالي المباراة والتشكيل الواضح أمامك عزيزي المشاهد بالنسبة للمنتخب القطري وأيضا المنتخب السوري. هنا البدلاء لسوريا، بينما هنا زاهر ميدان والتشكيلة الأساسية بالنسبة لسوريا، إبراهيم علمر وعمر ميداني وجهاد معور وعمر جنيات ونديم صباغ وزاهر ميداني وثامر الحاج ومحمود المواس وفهد يوسف وفراس الخطيب وعمر السومة. هذه الأسماء الخطيرة بالنسبة لمنتخب سوريا على مستوى خط الهجوم. بالمقابل قطر لدينا لمباراة اليوم الحارس البديل محمد البكري، ولدينا بيدرو عبد الكريم حسن عبد العزيز حاتم وأحمد معين وأيضا بسام شام وأيضا مديب والمعز علي ومحمد علاء وأكرم عفيف وحسن الهيدوس. هذه الأسماء بالنسبة لمنتخب قطر للقاء اليوم. ولقاء اليوم هنا كان واضح الصورة، سانشيز الإسباني المدرب اللي يقود منتخب قطر وتحدث عن هذا اللقاء وكان له حديث طويل عن هذا اللقاء أيضا على اعتبار أنه يعني خاض لقاء واليوم لقاء ثاني. بينما بالمقابل الألماني ستان اللي يقود منتخب سوريا من خلال لقاء اليوم أيضا تحدث عن هذه المباراة، سيتحدث عن تصريحات المدربين بالنسبة لسوريا وأيضا لقطر. نحن وإياكم بانتظار صافرة البداية للدولي. واثق محمد طاقم تحكيم عراقي يقود هذه المباراة، بالتوفيق لسوريا ولقطر وأيضا لطاقم تحكيم هذه المباراة. هنا واثق محمد حكم المباراة وبانتظار الصافرة وبداية اللقاء سوريا مع قطر لبطولة الصداقة الدولية المقامة هنا في بصرة الخير في عراقنا الحبيب. وعلى بركة الله البداية والمباراة تنطلق بصافرة الدولي. واثق محمد وأجدد التحية معكم مرة أخرى، معلق المباراة علي الشمري من ملعب البصرة الدولي، ونسور قاسيون مع العنابي. ومن خلال هذا اللقاء يعني سوريا من خلال مباراة اليوم شاهدت بكل تأكيد منتخب قطر في المباراة الأولى وشخصت بكل تأكيد أيضا مع المدرب الألماني استاج نقاط القوة والضعف بالنسبة لمنتخب قطر، ولكن هذا لا يمنع بأنه منتخب قطر ربما يكون اليوم أيضا حاضرا من خلال النقاط الثلاث، وإذا ما كان حاضرا من خلال النقاط الثلاث سيكون حاضرا على مستوى الصدارة والبطولة. الكل يعلم لدينا لقاء قادم واحد فقط اللي هو ما بين منتخبنا ومنتخب سوريا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، وأيضا هي مباراة راح تكون مهمة. إذا ما فاز قطر اليوم راح تكون مباراة تحصيل حاصل بالنسبة لمركز ثاني، وأيضا اللقاء يعني الكل يعلم بأنه هذه البطولة والمباريات تأتي بعد رفع الحظر عن ملاعبنا والمحافظات الثلاث ولا تعنينا النتيجة، وبالتالي حضور سوريا وحضور قطر بكل تأكيد شرف كبير. ولدينا اليوم قطر وأيضا مع سوريا، من قبلها كان أيضا المنتخب السعودي، من قبلها كان أيضا المنتخب الأردني، وبالتالي إن شاء الله تعود البطولات وتعود المباريات بعراقنا الحبيب وبجميع الملاعب. بينما الكرة الآن عن طريق المواس ولكن راية وأوفسايد، ولدينا ضربة حرة غير مباشرة. جهاد عطية الواضح في الصورة
وهنا المواس، وبالتالي هنا الإعادة للكرة الماضية، وبالتالي حالة تسلل صحيحة وضربة حرة غير مباشرة بالنسبة للمنتخب القطري اللي ظهر بصورة مميزة. منتخب قطر ظهر بصورة ممتازة، وبالتحديد أكرم اللاعب اللي من خلال المباراة الأولى قدم الشيء الكبير. تحدث عن أكرم عفيف لاعب المنتخب القطري، بينما هنا نديم ثامر. عادت الكرة الآن لفهد يوسف، ميداني في رأس الخطيب. أسماء لمنتخب سوريا، وأسماء يعني تحدث عن هنا اللاعب اللي واضح في الصورة أيضا كان لاعب منتخب قطر أحمد معين. وهنا الكرة لمصلحة المنتخب السوري. طبعا لا تزال الجماهير تتوافد إلى مدرجات الملعب، ملعب البصرة الدولي جذع النخلة، وبالتالي يزداد عدد الجماهير بالنسبة لحضورها لهذا اللقاء. بينما الكرة ملعوبة الآن وإلى خارج أرضية الملعب، ولدينا ضربة ركنية. الهيدوس هو من أبعد الكرة في اللقطة الماضية، والضربة الركنية الآن. نديم على التنفيذ، كرة لسوريا. بداية اللقاء هدف من بداية المباراة سيجعل المباراة مثيرة جدا، وبكل تأكيد إذا ما جاء الهدف سيكون اللقاء مثير. كرة عالية الآن وصلت إلى الجهة البعيدة، جهاد باعور يحاول من خلال الكرة ولكنها إلى خارج أرضية الملعب، ولدينا رمية تماس من الجهة البعيدة. هنا عبد الكريم حسن ورمية التماس لمصلحة قطر. بكل تأكيد يعني لدينا أسماء حاضرة، ولكن أكثر اللاعبين خبرة تواجد من خلال هذا اللقاء ينصب بمصلحة سوريا. ولدينا يعني أسماء لما تحدثنا عن أكرم وعن الهيدوس، بالمقابل أيضا لدينا الخطيب والسومة من أبرز الأسماء الحاضرة من خلال لقاء اليوم ومن خلال هذه البطولة. هنا الكرة الآن لمصلحة الهيدوس، تغيير اتجاه اللعب، ولدينا ضربة رأسية ولكنها وصلت لإبراهيم عالم حارس مرمى مع الاتحاد. كرة ملعوبة الآن للخطيب من الجهة البعيدة، والسومة بانتظار الكرة داخل منطقة الجزاء. خطيرة 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 كانت لسوريا، خطيرة كانت لسوريا وفراس الخطيب باللقطة الماضية، وبالتالي لا تزال الآن ولا تزال لنسور قاسيون والمنتخب السوري اللي يحاول، والكرة اصطدت وإلى ضربة ركنية حلوة لسوريا. بداية اللقاء دقائق الأولى، خمس دقائق مضت وتعادل بدون أهداف لغاية الآن، ولكن لدينا سوريا بأفضلية على مستوى المحاولات الجادة للوصول لأول أهداف المباراة. ضربة ركنية الآن للمنتخب السوري، ضربة ركنية تنفذ الكرة عالية وضربة رأسية، وبعد ذلك عادت الكرة الآن لهجوم عن طريق اللاعب فهد يوسف. كرة عرضية عادت الآن لجهاد إلى جهة اليمين. المواس قريب، ولكن عبد الكريم أبعد الكرة. أكرم يحاول من خلال هذه الكرة الآن للمنتخب القطري، محاولات كرة عرضية للأمام وكرة بجهة اليسار، محاولة مستمرة الآن لمصلحة قطر. هذه خطيرة خطيرة خطيرة، ولو سدت الكرة من الأولى كان أفضل لاعب قادم من الخلف وبقوة كبيرة كان ممكن أن يسدد وغير مراقب وبأريحية تامة، كان ممكن تكون الخطورة حاضرة في اللقطة الماضية. على كل حال تبقى المباراة بالتعادل بدون أهداف، ولكن مباراة ما راح تستمر بهذه النتيجة. أعتقد بأنه راح يكون هنالك هدف، أعتقد بأن الهدف قادم إن كان لقطر إن كان لسوريا. الشيء المهم هو حضور الهدف، وبكل تأكيد يعني الهدف راح يغير من رتم المباراة، راح يجعل المباراة بإثارة كبيرة حاضرة وندية لدى الفريقين. زاهر لاعب القوة الجوية، نديم لزاهر لنديم
وبعد ذلك ابعاد عن طريق اللاعب ماديبو واضح في الصوره، وابعاد الكره الى خارج ارضيه الملعب، ولدينا رميه تماس تتيم الان تنفيذ، ولكن الابعاد ياتي بضربه راسيه عن طريق بسام هشام في اللقطه الماضيه. هنا كان واضح ايضا اللاعب عمرو جنيات واحد من لاعبين الخبره، ولدينا كما ذكرت يعني بعض الاسماء من اللاعبين الشباب ولاعبين الخبره من خلال لقاء اليوم. الله 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 على استلام الكره، وبالتالي كره بجهه اليسار خطيره الان، خطيره خطيره عن طريق عبد الكريم، وارسال كره عرضيه، لكن الكرة بعد ذلك بهذه الطريقة وكانت أرضية، كان ممكن أن يتعامل مع الكرة بشكل أفضل في اللقطة الماضية. تبقى الخطورة والراية واضحة، ولدينا ضربة حرة غير مباشرة دولة حسين تركي، وضربة حرة غير مباشرة في اللقطة الماضية. هنا حالة التسلل اللي كانت واضحة، وبالتالي هنا الكرة اللي ذكرت بأنه كان ممكن أن يسدد لاعب قادم من الخلف بالكرة ما قبل الكرة الماضية، كان اللاعب أحمد معين، كان ممكن لاعب غير مراقب وقادم من الخلف ويمتلك مساحة، وبالتالي كان ممكن أن يسدد الكرة بشكل أفضل. كرة ملعوبة الآن لمنتخب عمرو، ميدان الآن سوريا، عادت لعالمه إبراهيم، أمامي الكرة الآن، دقيقة 9 لا أهداف لغاية الآن في هذا اللقاء، مباراة سوريا مع قطر هنا في ملعب البصرة الدولي ببطولة الصداقة الدولية. 3 منتخبات الكل يعلم، لدينا مباراة قادمة كما ذكرت ما بين منتخبنا ومنتخب سوريا، ولكن المنتخب القطري اللي يحاول من خلال هذا اللقاء يعني الوصول للنقطة الثالثة وبعد ذلك لصدارة المجموعة، وعدم ترقب مباراة العراق مع سوريا. عبد الكريم ضربة رأسية، كرة على مشارف منطقة الجزاء، بعد عن طريق بسام، عادت لوسط الملعب منتخب القطري، ولكن نديم أقرب، عادت لسوريا مرة أخرى، فهد ميداني، زاهر، تمرير الآن عن طريق تامر الحاج، كرة على الطرف الأيمن، محاولة مستمرة للمنتخب السوري، محاولات عن طريق الأطراف، حتى محاولات قطر يعني استلام الكرات في وسط الملعب وبعد ذلك التفكير بالتمرير على الأطراف ومن ثم الاعتماد على الكرات العرضية. شاهدنا كرة أو كرتين عن طريق اللاعب عبد الكريم من جهة اليسار للمنتخب القطري، وشاهدنا أيضا فراس الخطيب للمنتخب السوري عن طريق جهة اليمين. هنا لاعب منتخب قطر معز علي، وهنا واضح في الصورة أيضا عمر السومة لاعب المنتخب السوري ولاعب الأهلي السعودي، واحد من الأسماء المميزة مع منتخب سوريا، واحد من الأسماء اللي تمتلك قوة جسمانية وأيضا للكرات العالية. دائما ما تشاهد هنا عبد الكريم اعتماد كبير على جهة اليسار لهذا اللاعب عبد الكريم حسن، أيضا يمتاز بقوة جسمانية ولكن لغاية الآن كراته، وربما واحد يعني من اللاعبين اللي ممكن أن يكون صانعا للأهداف من خلال هذا اللقاء، على اعتبار أنه الاعتماد الكبير على جهة اليسار جهة عبد الكريم حسن، والاعتماد على الكرات العرضية ربما تظهر لنا بهدف أول في المباراة وإذا ما كان حاضرا. بينما هنا الكرة، ولكن برافو برافو لإبراهيم عالمة، كان الأقرب والأسرع للقطة الماضية، وبالتالي كان ممكن تكون خطورة حاضرة للاعب أكرم اللي سجل حضوره في المباراة الأولى ويحاول أن يسجل حضوره من خلال هذا اللقاء، ولكن لغاية الآن لا السومة ولا الخطيب ولا عفيف ولا أيضا الهيدوس ما سجلوا حضورهم من خلال لقاء اليوم على مستوى التسجيل، ولكن ربما يظهر أحد هذه الأسماء من خلال الدقائق القادمة، وهذا ما نتمناه، يعني هدف في المباراة يجعل المباراة مغايرة ويعطي المباراة إثارة كبيرة. وبالتالي هنا الحكم الرابع سالم عامر، هنا الكرة اللي كانت لأكرم، وحارس المرمى هو اللي كان أقرب إبراهيم عالمه،
كرة ملعوبة الآن بجهة اليسار. عبد العزيز حاتم بتمرير الكرة لعبد الكريم، للأمام وصلت لحارس المرمى. هنا أيضا كان واضح اللاعب لمنتخب سوريا بالرقم 14 كامل الحاج، لاعب الارتكاز نديم. تغيير الاتجاه الآن، عمر ميداني، كرة لمنتخب سوريا لإبراهيم عالمة. تمرير الآن عن طريق جهاد باعور، وصلت لتامر الحاج. مواس كرة ملعوبة الآن لمصلحة السومة، حاولات مستمرة لمنتخب سوريا والأطراف وجهة اليمين بالنسبة لسوريا حضور كبير، ولكن كان في رأس الخطيب والاعتماد أيضا على هناك عمرو ميداني. كرة فيها صافرة وخطأ الآن، خطأ وضربة حرة مباشرة الآن للمنتخب القطري. طالبة من قبل سانشيز تقدم اللاعبين، وبالتالي منتخب القطري والكرة للأمام باتجاه المعز علي، ولكن بعد ذلك إبعاد عن طريق عمرو ميداني بضربة رأسية وصلت لجهاد مع تامر الحاج. نقلات لمنتخب سوريا، منتخب سوريا يعني من خلال لقاء اليوم، إذا ما حضر التعادل من خلال لقاء اليوم بكل تأكيد يعني ستكون المباراة القادمة لمنتخبنا أمام سوريا أيضا سيكون فيها الأمل حاضر خلال المباراة القادمة، ولكن إذا ما انتهت بفوز قطر، طبعا الحديث مبكر عن فوز قطر أو ربما فوز سوريا على اعتبار أنه يعني ربع ساعة فقط 15 دقيقة اللي مرت من زمن الشوط الأول، ولدينا يعني نصف ساعة من زمن هذا الشوط، ولدينا شوط ثاني بأكمله. وبكرة القدم هذا الوقت هو كبير جدا، والحديث الآن مبكرا عن النتيجة، ولكن الأداء اللي أمامنا لغاية الآن المباراة بدأت قوية في الدقائق الخمس الأولى، الآن بدأ ينخفض رتم المباراة وبدأ يعني وكأننا نشاهد المباراة والنقلات يعني من بين أقدام لاعبي منتخب سوريا. الاستحواذ لمنتخب سوريا نعم، ولكن الخطورة ليست حاضرة لغاية الآن لا لمنتخب سوريا إلا بكرة أكرم عفيف لمنتخب قطر اللي حاول أن يكون وامتلاك للكرة ما قبل حارس المرمى إبراهيم عالمة، ولكن إبراهيم عالمة كان هو الأسرع. وأيضا كرة في رأس الخطيب، الكرة العرضية اللي كانت باتجاه السومة، وأيضا ما تعامل مع الكرة بشكل ممتاز. على هذا الأساس هذه فقط الكرات اللي كانت حاضرة من خلال الشوط الأول. قطر لديها يعني أفضل من هذا الأداء، ومنتخب السوري أيضا بلاعبيها التواجد لاعبين مع الأندية اللاعبين المحترفين واللاعبين الخبرة أيضا ممكن أن يقدمون أفضل من هذا الأداء. عودة بالكرة للبكري، بسام، كرة لمصلحة منتخب قطر في الوسط. معز عبد العزيز، مقطوع الكرة لزاهر ميداني. جهاد باعور لتامر الحاج. عمرو ميداني، عودة لإبراهيم عالمة للمنتخب السوري، كرة بضربة رأسية ولكنها وصلت لبيترو، يعود بالكرة للخلف في حارس المرمى محمد البكري، أيضا حارس متواجد في الدوري القطري، أغلب اللاعبين متواجدين مع السد مع الريان لدينا أبرز الأندية القطرية، بينما أكرم سدد الكرة ولكنها اصطدت وإلى ضربة ركنية الآن، ركنية لقطر.
ركنيه للمنتخب القطري. وبالتالي هنا حارس المرمى ابراهيم عالمه حارس مرمى منتخب سوريا، وربما يعني قد تظهر الكرات الثابته. جانب من الحضور اللي تابع اللقاء، الجانب القطري وايضا من الجانب الاخر الجانب السوري الحاضرين مع الوفود الحاضره بالنسبه اللي بصره الخير لعراقنا الحبيب لملعب البصره الدولي لجذع النخله. وبالتالي الكره ملعوبه الان، وصلت لبيدرو يحاول من خلال هذه الكره عرضيه خطيره، اوه خطيره لقطر، والكره مرت وكانها تسديده، وكانها تسديده. المعز علي، المعز علي، هذه الله الله على الكره، وكانت قويه جدا. لو كانت طبعا ما بين الخشبات الثلاث راح تكون صعبه على ابراهيم عالمه على اعتبار انه الراسيه، وكانها بتسديده قويه جدا. ولكن برافو بيدرو، لاعب اللي حط الكره بمكان مناسب، لاعب اللي قدم الكره بمكان مناسب، وكانت واضحه على طريقه المدافعين من بيدرو لاعب نادي السد في الدوري القطري. ولدينا نديم الان، نديم ارسال الكره والى خارج ارضيه الملعب، رمي التماس مره اخرى، المحاولات عن طريق فهد، فهد يوسف لاعب اللي مرر الكره اللقطه الماضيه، لاعب طبعا هو مع الوحدات الاردني، هذا اللاعب محترف الدوري الاردني، اغلب اللاعبين متواجدين مع الوحدات وايضا الجزيره. ولدينا مع الكويت، لدينا مع القوى الجويه، لدينا مع نادي حتى الاماراتي، وايضا لدينا مع ام صلال، مع الامارات، مع الاهلي السعودي، بعده انديه من دول مختلفه. تحدث عن لاعبي منتخب سوريا كما ذكرت، يعني افضليه على مستوى الاحتراف وافضليه على مستوى الخبره من خلال هذا اللقاء. ولكن قطر أفضلية على مستوى الشباب وعلى مستوى التكتيك اللي شاهدناه من خلال مباراته أمام منتخبنا الوطني في المباراة الماضية، وبعض اللاعبين ربما يكون حضورهم يعني نقطة تحول في المباراة، وهذا ما شاهدناه في مباراة منتخبنا. نتحدث عن لاعبي المنتخب القطري، كرة فيها صافرة ولدينا خطأ، صافرة حكم المباراة واثق محمد وعبد العزيز حاتم واضح في الصورة، وأيضا زاهر ميداني هنا لإعادة الكرة الماضية والصافرة والخطأ وضربة حرة مباشرة. أجواء جميلة جدا، أجواء رائعة، لا بل أكثر من رائعة. تحية كبيرة للمنتخب السوري، تحية كبيرة للمنتخب القطري وحضورهم لهذه البطولة، وأيضا بحضورهم لهذه المباريات، وبالتالي شيء جميل. نتمنى ان يكون يعني الافضل والاكثر من خلال البطولات القادمه، يكون حضور هنا في البصره في كربلاء. لدينا ملعب النجف ايضا سيكون حاضرا ان شاء الله بايام قليله، وايضا نتمنى ان يكون الحضور في بغداد، وتكتمل الفرحه عندما يكون الحضور في بغداد لجميع المنتخبات العربيه الاسيويه لا بل حتى العالميه. كرة ملعوبة الآن على الطرف الأيمن وإرسال كرة عرضية، ولكن الإبعاد عن طريق بيدرو في اللقطة الماضية. كرة في وسط الملعب، عادت الآن عمرو ميتاني، كرة لباعور جهاد، تمرير الكرة الحاج لباعور مرة أخرى، نديم. طبعا لدينا بعض الأسماء متواجدة على دكة البدلاء، يعني هي اسماء ايضا جيدة. تحدث عن خط الهجوم باسل مصطفى، وايضا لدينا لاعب ممتاز اللي هو عدي جفان. هنا فراس الخطيب، واحد من افضل اللاعبين لمنتخب سوريا، وفراس لاعب نادي السالمية بكل تأكيد قائد الفريق، سجل حضوره في المباريات الأخيرة الماضية لمنتخب سوريا بشكل ممتاز جدا. هنا اللاعبين البدلاء لمنتخب سوريا في اللقطة الماضية. عادت الكرة لحارس المرمى، بعد ذلك نقل الكرة الآن لجهة اليمين،
دقائق تمر ونصل تقريبا منتصف الشوط الأول، ولكن لغاية الآن لا أهداف في المباراة. مباراة لا أهداف فيها، ونتمنى يعني أن يكون الهدف حاضر ما قبل نهاية أو الخروج من الشوط الأول، ولدينا فريق سجل حضوره على مستوى الأهداف، راح يكون الشوط الثاني أفضل. بينما الآن السومة يحاول مرر الكرة ولكن راية أوفسايد. راية وضربة حرة غير مباشرة. جهاد عطية واللقطة الماضية على اللاعب محمود المواس، وهنا الإعادة. اللاعب كان متسلل، نعم بالفعل، في اللقطة الماضية، وضربة حرة غير مباشرة على المواس. المواس طبعا هو بكل تأكيد بالدوري القطري، السيد علي الجبار والبعض من الحضور اللي تابعون المباراة كما ذكرت يعني المواس في الدوري القطري مع مصطال. بينما هنا المعز علي بتمرير الكرة للخطيب. هجوم الآن للسومة. عمر يحاول، عمر لمنتخب سوريا، عمر لسوريا، عمر لسوريا، عمر سدد الكرة ولكنها تبعد، عادت جول. اوهو، الخطيب، فراس الخطيب بسوريا كان ممكن ان يكون اول اهداف اللقاء، ولكن حلوة لحارس المرمى، حلوة للخطيب هذه الإعادة والإبعاد وبيسارية. الله 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 على هذه الكرة، وكانت جميلة وكانت رائعة ولكن حلوة لحارس المرمى. برافو للبكري وإبعاد الكرة، ولدينا ضربة ركنية. هذه أخطر ما في المباراة لغاية الآن، أخطر ما في المباراة لغاية الآن لكلا الفريقين. كرة عالية للسومة تترك لفراس. هجوم الآن، طدت وإلى ركنية. عبد العزيز حاتم هو من تدخل. سوريا أفضل الآن، سوريا أفضل، وبالتالي يعني شاهد الإسباني سانشيز غير راضي بكل تأكيد على المنظومة الدفاعية في اللقطة الماضية وحتى اللي قبلها، ولكن اللي قبلها كان حارس المرمى محمد البكري. وهنا الجماهير محاضرة فيه درجات ملعب المباراة، ولدينا الآن ضربة ركنية والصباغ على التنفيذ. نديم، نديم أرسل الكرة عالية لمنتخب سوريا، تتهيئ الكرة ولاعب قادم من الخلف ممكن، ولكن أكرم بانطلاقة. أكرم الآن، أكرم، أكرم يحاول ومطالبة بخطأ، ولكن حكم المباراة واثق، ما احتسب خطأ في اللقطة الماضية، ولكن هنا أكرم وكان يطالب حكم المباراة بخطأ في اللقطة الماضية كما ذكرت منه طاقم تحكيم عراقي يقود هذا اللقاء. دقيقة 25، يا من تتابع وتشاهد عبر قناة الرياضية العراقية في كل مكان، وبطولة الصداقة الدولية هنا في البصرة في ملعب البصرة الدولي، وأيضا كما ذكرت في عراقنا الحبيب، ونتمنى المزيد من البطولات من المباريات الودية لجميع المنتخبات وكل الهلا بالجانب. كرة ملعوبة الآن لمنتخب سوريا، المنتخب اللي كان الأقرب للتسجيل على اعتبار كل شاهد الكرة واللقطة اللي كانت لفراس، ولكن ياهو بعاد يعني للكرة من قبل الحارس، وراهي ردة فعل كانت سريعة بالنسبة للحارس، أبعد الكرة. هنا الجهاد باعور، وهنا الهيدوس واحد من أفضل اللاعبين. بينما رمية التماس الآن عن طريق محمد علاء لاعب الريان في الدوري القطري لعبد الكريم، بحث عن كرة عرضية أو زميل الآن، تمرير لماديبو، كرة إلى جهة اليسار ولكنها لا خارج أرضية الملعب. أداء اللي شاهدناه لغاية الآن سوريا أفضل على مستوى الخطورة، أفضل يعني وإن كانت بكرة ولكنها كانت خطيرة جدا، كان ممكن من خلالها أن تتغير النتيجة، وحتى الاستحواذ أيضا سوريا أفضل لغاية الآن، استحواذ وامتلاك، ولكن اعتماد على الكرات المرتدة للمنتخب القطري اللي ممكن أن يغير من تكتيكه من خلال الدقائق القادمة.
وصرح بصعوبة المباراة. الإسباني فيليكس سانشيز تحدث عن صعوبة المباراة وأيضا تحدث عن أداء المنتخب القطري في المباراة الأولى، بينما الكرة ملعوبة الآن ولكنها وصلت للحارس إبراهيم عالمي. هنا كادر التدريبي وأيضا الجهاز الفني بالنسبة للمنتخب القطري، مساعدين والحضور، ترحيب كبير بكل من حضر إلى البصرة لخوض هذه المباريات والبطولة. كرة ملعوبة الآن كان من الجانب القطري أو الجانب السوري. رمية التماس الآن نديم للمنتخب السوري، وصلت لفهد، فهد يوسف. شوف تراجع المنتخب القطري ورقابة، كل يعلم بخطورة السومو، وبالتالي يعني سانشيز دراية كبيرة لديه دراية كبيرة بخطورة فراس والسومو. على هذا الأساس يعني أعتقد بأنه يعني ما راح يكون هنالك اندفاع على مستوى خط الهجوم بشكل كبير، يعتمد على المرتدات، يعتمد على السرعة لدى أكرم عفيف. ممكن معز، ممكن أيضا، وهنا أكرم، هذا مكانه، وبهذه الطريقة دائما ما تشاهد أكرم يحاول استقبال الكرة، وبالتالي بعد ذلك يحاول بعد استلام الكرة التوغل داخل منطقة الجزاء. هنا أكرم، واحد أيضا من الأسماء، هنا رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وجانب من الحضور اللي يتابع اللقاء من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذه المباراة، مباراة الثانية في هذه البطولة. كرة ملعوبة الآن، سوما يحاول ولكن عودة بضربة رأسية عن طريق عبد الكريم حسن. كرة ملعوبة بجهة اليسار، تمرير عن طريق عبد العزيز حاتم. أكرم، كرة للهيدوس، عرضية عالية رأسية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. أعتقد المعز علي، وهذه الرأسية اللي كانت قوية أيضا ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، ولدينا ركلة مرمى. هذه الرأسية الثانية الخطيرة لمنتخب قطر. هنا الإعادة للكرة ولكنها مرت وإلى ركلة مرمى. الكرة الآن إلى خارج أرضية الملعب. هنا سانشيز مدرب المنتخب القطري الإسباني. كرة ملعوبة الآن لمنتخب قطر. مدرب سانشيز تحدث عن المهمة الصعبة وبالنسبة لنا قال الفوز يعني الحصول على الصدارة. وسنلعب من أجل الفوز، هذا ما قال المدرب الإسباني. لكن كما ذكرت تحدث عن أنه المنتخب السوري من المنتخبات المميزة، وأيضا تحدث عن مباراة المنتخب القطري أمام منتخبنا الأولى، وأيضا تحدث عن صعوبة المباراة، ولكن المنتخب القطري كان مميز في تلك المباراة، ولكن يتغير بكل تأكيد. يعني لكل مباراة ظروف خاصة ولكل مباراة تكتيك خاص بالنسبة لجميع المدربين، ليس على مستوى قطر أو سوريا أو العراق، لا بل حتى الأندية في جميع العالم، يعني مباراة عن مباراة تختلف بكل تأكيد. جماهير كما ذكرت يعني بدأت تحضر وازدياد العدد بالنسبة ازداد العدد بالنسبة للجماهير على المدرجات الآن. جماهير بكل تأكيد يعني تفرح، والكل يعلم بأنه العراق محب لكرة القدم، وبطبيعة الحال يعني حق مشروع
شاهد منتخبنا، شاهد انديتنا تلعب بالمباريات الرسميه في مباريات كاس الاتحاد الاسيوي في جميع البطولات حتى المنتخبات الوطنيه كافه الفئات العمريه. ولكن الهيدوس الان، الهيدوس الهيدوس الهيدوس، ولكن فكر يمر بهذه الطريقه، ولكنه لو ارسل الكره كان ممكن تكون يعني خطوره الكره افضل على اعتبار انه حاول ان يلم الكره بهذه الطريقه، ولكن الكره مرت ايضا بهذه الطريقه الى خارج ارضيه الملعب. طبعا لو مر لكانت الخطوره حاضره بشكل كبير، وحتى ان كانت الكره العرضيه موجوده ايضا لكانت الكره خطيره جدا. على كل حال الكره ما مر بالكره الماضيه وما ارسل كره عرضيه، ولكن الكره بعد ذلك الى خارج ارضيه الملعب. هنا محمد علاء، رمية تماس، معز هيدوس مع عبد العزيز، ممكن كرة وصلت الآن لمنتخب قطر اللي بدأ يتقدم الآن ويمتلك زمام الأمور. كرة في الوسط الآن، تمرير ماديبو، كرة أمامية وصلت لأكرم، يحاول ولكن قطع للكرة الآن، عادت للخلف لبيدرو، تغيير الآن لبسام، يحاول للمعز علي، كرة فيها تمرير الآن، كرة لجهة اليسار للمنتخب القطري، قريب الآن، قريب قريب منتخب قطر، وتسديد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. اللي سدد عبد العزيز حاتم، واضح في الصورة الآن عبد الكريم حسن، كرة الماضية والتسديدة الماضية اللي مرت بهذه الطريقة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هنا عبد العزيز حاتم شارك في المباراة الماضية كلاعب بديل، ما كان أساسي، تغيير على مستوى الأسماء. طبعا ذكرت بعض الأسماء بالنسبة للمدرب الإسباني فيليكس سانشيز اللي غير على مستوى الأسماء والتشكيل من مباراة العراق في مباراة سوريا. نديمنا على التنفيذ وبكرة ملعوبة الآن، نقل الكرة ولكنها اصطدت، وصلت بعد ذلك الكرة الآن للسومة، سومة لفراس الخطيب، ثامر الحاج يحاول ولكن أكرم ممتاز جدا في الأداء وهو رائع جدا بكل تأكيد، يعني من خلال أداء في المباراة الأولى واليوم. هنا إعادة للكرة اللي كانت ما بين المواس وأيضا ماديبو، بالسلامة لمحمود المواس وبالسلامة لجميع اللاعبين. مباراة لغاية الآن لا أهداف فيها، ولكن نتمنى أن تتغير الأحوال، وإذا ما تغيرت وسجل أحد الفريقين هدف راح يكون الحال أفضل بالنسبة للفريقين. وكل الهلا بالجانا يلعب بطولة ويانا، جناحه يطير، هذا ابن عمي يصير، والفرحة كان نسمة مطر، عيونه طشنها القطر. حلوة لسوريا وحلوة لقطر، والله على سوريا وشعب سوريا وعلى قطر وأهل قطر، الله على العراق وأهل العراق. هنا المواس بالسلامة لمحمود، وبالتالي كما ذكرت يعني ما تهمنا النتيجة ولا يعني نتيجة المباراة الأولى ولا حتى المباراة الثانية، حتى اليوم يعني تحدث عن قطر وعن سوريا، والله هو التجمع بحد ذاته انتصار، هو انتصار. وبالتالي يعني مباراة اليوم إذا ما كان فيها خسارة المنتخب السوري أو المنتخب القطري ما راح يكون هنالك زعل، ما راح يكون هنالك عتب على يعني لاعبين أو الكادر التدريبي. على كل حال تجمع عربي بين الأشقاء، تجمع ممتاز ورائع في عراقنا الحبيب،
في بصرة الخير. هذه البصرة والكل يعلم بالبصرة وأهل البصرة. بصرة و كل يعلم بالمدن وبالتالي شوارع الجميلة اللي في البصرة، شارع الكورنيش والطيران والاستقلال والساحل والسعدي والراشد وبالخصيب 14 تموز، والكل يعلم هنالك أماكن رائعة جدا هنا في البصرة من معالم السياحة. كرة ملعوبة الآن في وسط الملعب، وصلت لمحمد علاء، يعود لبسام، بسام الآن بيدرو منتخب القطري، 7 دقائق على نهاية الشوط الأول، ويا من تتابع يا من تشاهد عبر قناة الرياضية العراقية في كل مكان، والمباراة بتعادل لغاية الآن بدون أهداف، وحكم المباراة قريب واثق محمد اللي من خلال اللقطة الماضية كان قريب ويتابع، والحكم عندما يكون قريب بكل تأكيد كل يعلم بأنه يكون القرار صائب. وحكمنا الدولي واثق محمد، طبعا هو حكم دولي منذ عام 2012، دكتوراه تربية رياضية جامعة القادسية، أستاذ جامعي، 34 مباراة دولية لواثق اللي نتمنى له أن يكون واحد من أفضل الحكام بكل تأكيد. والآن ومن خلال هذا العام وحتى في الموسم الماضي يعني شاهدنا بعض الحكام الشباب المميزين. كرة ملعوبة الآن لفراس الخطيب، سدد جول، أوهو، منتخب سوريا، سوريا وعن طريق الخطيب وللمرة الثانية فراس هو من سدد، ولكن حارس المرمى برافو، حارس المرمى برافو، شال الأولى والثانية أيضا، وبالتالي يعني عن طريق نفس اللاعب والإبعاد، برافو للحارس اللي تفوق، البكري محمد البكري تفوق بالأولى وتفوق بالثانية، وبالتالي يبقى الحال يعني التعادل اللي حاضر من خلال لقاء اليوم وبقوة، ولكن هذه الأسماء راح تغير المباراة. وعبد الكريم أرسل كرة عرضية، ولكن الكرة مرت من الجميع، مرت من الجميع، من أمام المعز ومن أمام أيضا اللي تابع الكرة الهيدوس، وهذه الكرة اللقطة الماضية العرضية ولكنها مرت بهذه الصورة، وبالتالي كانت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، ولدينا ركلة مرمى. جماهير تؤازر قطر، جماهير تؤازر سوريا، وهنا هذا الرجل العراقي الأصيل اللي يعني كانت واضحة الصورة وما تحتاج تعليق، أعلام سوريا وأعلام العراق وأعلام قطر والعنابي ونسور قاسيون والأسود من خلال بطولة، نعم هي بطولة الصداقة، وهذا العنوان يكفي. وبالتالي كرة وصلت لحارس المرمى إبراهيم عالمة، ولدينا إصابة لأحد اللاعبين، لا نتمنى أن نشاهد من خلال اللقاء اليوم طبعا إصابات للاعبين، وما نتمنى أنه تكون هنالك حتى بطاقات. هذه الكرة العرضية والإصابة اللي كانت ربما لعمرو جنيات، لاعب الواضح في الصورة، واحد من لاعبين الخبرة أيضا، كانت مع عبد الكريم، عبد الكريم حسن اللي يتواجد بجهة اليسار، واحد من أفضل اللاعبين على مستوى الأطراف، حضوره جيد في المباراة، وإن كانت بعض الكرات العرضية يعني ما كانت بشكل مركز وبدقة كبيرة، ولكنه فعال لغاية الآن، فعال مع قطر بجهة اليسار، والخطيب فعال مع سوريا، وبالتالي يعني إن كان ظهور هذه الأسماء على مستوى
يعني محاولات لصناعة الكرات الخطيرة، ولكن نتمنى أن يكون حضورها وبقوة للتسجيل. كرة القدم والأهداف في كرة القدم الكل يعلم والعنوان الأبرز، وبكل تأكيد يعني للمتابع المحايد، بينما المواس سدد والكرة إلى خارج أرضية الملعب. محمود المواس سدد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. الله الله على هذه اللقطة وهالبنوتات الحلوات بمدرجات ملعب البصرة الدولي وتحمل الأعلام، وبالتالي اللقطة كانت واضحة جدا. والله يا هي لقطات من مباراة قطر الأولى وحتى في مباراة اليوم. تحية كبيرة لهذه الجماهير الحاضرة، وكل تأكيد يعني كما ذكرت العراق وشعب العراق محب لكرة القدم، محب للسلام، محب للأمان. هنا الهيدوس قاد منتخب قطر، تصريحات اللاعبين وياهي تصريحات كانت بالنسبة للاعبي منتخب قطر بعد خوض المباراة الأولى، تصريحات كانت يعني الكل يعلم، كل شاهد وتابع التصريحات كيف كانت بالنسبة للاعبي منتخب قطر. تحدثوا عن الضيافة، تحدثوا عن الاستقبال الكبير من قبل الجماهير، بينما أكرم أرسل الكرة اللقطة الماضية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. ولدينا رمي التماس، تنفذ الكرة بشكل سريع لمنتخب قطر الآن. تمرير عبد العزيز حاتم للهيدوس، تمرير الكرة مرة أخرى عن طريق أحمد معين، نقل الكرة لعبد العزيز أو عبد الكريم، عبد الكريم حسن لبسام، بسام الآن كرة للأمام طويلة والكرة تترك إلى خارج أرضية الملعب، تترك إلى خارج أرضية الملعب. وبالتالي الكرة الآن لجهاد باعور، نديم سباق أرسل الكرة، زاهر يفقد الكرة والأقرب هو مديبو، وصلت الآن لأحمد معين يحاول لمديبو، الآن نقل الكرة، كرة ملعوبة الآن لعبد العزيز حاتم يحاول ولكن الكرة ما خرجت، ما خرجت الكرة، وبالتالي زين تركي كان قريب. وبعد ذلك الكرة الآن عن طريق نديم، كرة ملعوبة الآن عامر الحاج، ولدينا خطأ أحمد معين، وحكم المباراة يعيد تنفيذ الخطأ في اللقطة الماضية. هنا عامر الحاج والجماهير الحاضرة هنا الإعادة، وبالتالي كرة فيها خطأ الآن وضربة حرة مباشرة. المنتخب السوري فراس أرسل الكرة عالية وداخل منطقة الجزاء ولكن تمعد بضربة رأسية إلى ضربة ركنية، ركنية الآن للمنتخب السوري. الكرات الثابتة ربما تغير المباراة وتجعل المباراة في منعطف آخر في الشوط الثاني. ولدينا الآن كرة من الكرات الخطيرة والكرات الثابتة ربما يكون الحل فيها بالنسبة للأحمر، ولكن واثق يطلق الصافرة. يا من تتابع وتشاهد عبر قناة الرياضية العراقية في كل مكان، واثق محمد والصافرة حاضرة لنهاية الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف بين المنتخب السوري والمنتخب القطري. حتى ألتقيكم في الشوط الثاني، إلى ذلك الحين إلى اللقاء.
عودة للزميل العزيز هشام محمد والكابتن مجدي الفرطوس وايضا الكابتن علي عيسى رئيس الوفد الاعلامي القطري. لك الكلمة هشام. علي الشمري إلى نهاية أحداث الشوط الأول من ثاني مباريات بطولة الصداقة الدولية قطر وسوريا بلا أهداف. شوط كان جميل لكن بصراحة كنا نتمنى أن نشاهد هدف أو أهداف في هذا الشوط. الشوط الأول ينتهي حبايبي بلا أهداف. هذه عودة من جديد لضيفنا الكرام الكابتن عزيز الفرطوس الكابتن علي عيسى. مرحبا بكم من جديد كابتن مجبل. شوط استمتعنا به بصراحة لكن هذا الشوط ربما كان ينقص الهدف. رايك بما شاهدت في الشوط الاول؟ والله احنا نتمنى كان تكون اهداف لانه بصراحه فعلا شوط جميل في يعني هجمات متبادله، تسديدات، كروسات، يمين يسار، استحواذ الفريقين يعني للجانب بالعمق، يعني شوط به لمحات كثيره يعني. لكن ربما الامور التكتيكيه غلبت يعني. التكتيكيه انه فريق منتخب قطر انا يعني توقعت الشاذيز راح يعني يحافظ على منطقة الوسط وفعلا نجح في أوقات كثيرة من عملية الاستحواذ، عملية التنظيم الهجومي، عملية السيطرة واللعب للأمام، عملية اللعب على الجانب. وشفنا احنا يعني أحد الكرات الخطرة اللي لعبها بدرو من الجانب إلى المعز براسه كانت يمكن هاي يعني أخطر فرصة أو كرة لمنتخب قطر. بالمقابل اليوم المنتخب السوري بصراحة يعني ما كان يلعب مثل لعب قصير، كان الاعتماد على المهاجم عمر سومة من خلال كرات طويلة له الذي كان مراقب من قبل بسام هشام وقبل بدرو. ولذلك عمر سومة ما شفنا أي كرة إلا ما شفنا يعني لا سدد لا لعب، ولكن الكرات اللي كان سددها يعني كرتين يمكن سدد فراس الخطيب يعني احد الكرات بصراحه كانت يعني كره خطره جدا، كان بامكان الخطيب ان يسجل هدف ولكن محمد البكري بصراحه انقذها يعني بكل مهاره وبكل بكل اجتهاد وبكل يعني كفاءه. على العموم يعني شوط يعني وفي تكتيك في تحركات تكتيكيه كثيره، في لعب، في هجمات مرتده، ولكن انا بصراحه يعني كنت يعني شلون هاي الكره اللي ضيعها المعز الخطيب يمكن هاي اخطر كره للمنتخب القطري في هذا. افتح المجال كابتن علي وبعدين نكمل ان شاء الله. طيب سمير علي، رايك بالشوط الاول؟ ربما اليوم نوعا ما اختلف اسلوب المنتخب القطري. سانشيز يعني من الواضح انه كان يعلم نقاط القوه وضعف في المنتخب السوري وعمل حسابات انه يجب ان لا يفتح الملعب، يتحفظ بعض الاجزاء، وهذا ما شاهدناه في الشوط الاول. صحيح بلا شك هذا ما شفناه في الشوط الاول، خاصه انه قدر انه يستطيع شلون يسيطر على منطقه نصف الملعب وشلون يقدر انه يكون مستحوذ اكثر على
الشوط الاول، وهذا ما شفناه. يعني شفنا تقريبا شبه استحواذ تام للمنتخب القطري في الشوط الاول مع العديد من الفرص الضائعه في الشوط الاول. يمكن من المنتخب العراقي اول خمس دقائق، المنتخب السوري اسف، المنتخب السوري حاول اول خمس دقائق انه يهاجم، حاول انه يباغت المنتخب القطري، تحصل على ركلتين ركنيه في اول خمس دقائق، ولكن بعدها المنتخب القطري بدا ياخذ وضعه وبدأ يسيطر على مجريات اللعب وخاصة في منتصف الملعب. بعض الأشياء اللي كانت تصير في الملعب، يعني كان بعض الأحيان تفن شانس يرجع حسن هيدوس خلي عبد العزيز حاكم مكانه، هذه من الأشياء اللي يمكن أول مرة أشوفها. يعني الكابتن يمكن كابتن مجبر هو بيتكلم عنها فنيا أكثر. أخلقوا العديد من الفرص حقيقة للكابتن معز علي، اللي اليوم أنا أشوف أنه مش في مستواه ومش في يومه، يعني حصل له العديد من الفرص وما قدر أنه يتعامل معها بشكل جيد. بالإضافة إلى أنه في أكثر من جملة فنية أو أكثر من حل كان موجود في المنتخب القطري، سواء من جهة الهيدوس وجهة بدرو أو حتى من جهة أكرم أو عبد الكريم حسن وحتى من منتصف الملعب. بداية حتى أكرم عفيف اليوم ما شاهدنا بنفس الفاعلية صحيح كما في مباراة المنتخب. صحيح، يمكن انقصت عليه المساحات وكانت له أدوار دفاعية كثيرة عكس المباراة الأولى. كان المباراة الأولى كان هو موجود في 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 مكانه وما أجبر على أن في بعض المرات يتواجد وراء ويحصل له بعض المساحات، عكس هذه المباراة. هذه المباراة نشاهد لها الكثير من الحلول، نشاهد لها الكثير من الواجبات الدفاعية. يمكن الخط الهجوم القوي اللي موجود في المنتخب السوري أجبر شانسز على اللعب بهذه الطريقة. طيب كابتن بالنسبة اليوم من الواضح وكما تحدثنا قبل الاستوديو أنه من غير المعقول أنه في 10 أيام ممكن أن تفرض كل أمور التكتيكية وأسلوب المدرب مع المنتخب. اليوم اللي كان واضح بدرجة كبيرة ستانش اعتمد على خبرة بعض اللاعبين وخصوصا فراس الخطيب وحتى على عمر السومة، لكن اليوم شاهدنا قلة حلول في المنتخب السوري أجبرت اللاعبين على التسديد من خارج منطقة الجزاء. أنا أقول لك يعني هنا ترجع أسباب. أول شيء إحنا لو نلاحظ أن المنتخب القطري اليوم في حالة فقدان الكرة رأسه يتحول إلى الضغط وإلى الدفاع، كل اللاعبين ضغط باتجاه الكرة سواء على جهة اليمين وسواء على جهة اليسار. هاي العملية ما سمحت لمنتخب السوري أن ينقل كرات بسرعة، يعني خلتها يلعب بالعرض، خلتها يرجع للقلب. هذه الكرة هذه اللقطة توضح كيف انتشار المنتخب القطري ضيق على خط الوسط بالنسبة للمنتخب. شوف ضغط قوي باتجاه الكرة. يعني كانت لقطة له هذا مدبن ضغط في منطقة الوسط وحصل الكرة وتحولت إلى هجمة إلى 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 منتخب قطر. ولكن اليوم أنا برأيي ستانج كان ذكي جدا. كيف ذكي جدا؟ اليوم لم يسمح إلى عمر جنيات ولا نديم الصباغ بالصعود والمشاركة بالأجمال. ربما استفاد من مباراة العراق بالضبط كيف كانوا، شوف يعني عكس مباراة العراق بالنسبة لمنتخب قطر. ولذلك اليوم يعني خلال هذا الشوط أكرم عفيف ما مسك أي فراغ ولا حصل أي فراغ، لأن المدافعين كانوا كلهم أربعتهم في منطقته ولا توجد فراغات. أيضا كان ميداني ينسحب معهم ويغلق الفراغات بالعمق. فبعض الأحيان يعني مو دائما كان ثلاثة لاعبين، وأنا أشرت لاعبين منتخب اللي هم منتخب قطر مدبو أحمد معين وعبد العزيز حاتم كانوا يلعبون مستلام وتسليم بيناتهم ولكن بدون اختراق، ما صار أي اختراق، لأنه من يوصلون منطقة الزاهر ميداني ثامر الحاج كانت الكرات كلها تنقطع وما شفنا أي كرة خطرة إلى 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 أكرم عفيف أو إلى المعز. المعز اللي حصل الكرات كانت أكثرها من الجانب، مرة لعب له حسن هيدوز، مرة لعب له عبد الكريم حسن، واخترها كرة بدرو اللي لعبها بالراس، كان يعني كان إمكانه أن يسجل هدف. أيضا اليوم عمرو ميداني وجهاد الناعور صراحة اليوم أيضا يعني كانوا يعني مراقبين معز مراقبة قوية جدا، ولذلك اليوم الهجمات المرتدة اللي هو نفس الأسلوب لعب منتخب قطر نفس الأسلوب وعمل هجمات مرتدة، وأيضا غير من اليمين لليسار من اليسار لليمين، ولكن كان تلقي من تنقطع من قبل مدافعي منتخب السوري. فأعتقد اليوم
يعني الفريقين أدوا واجبهم بالشكل اللي راسبها المدرب. منتخب السوري نجح في إيقافهم، أيضا منتخب القطري سيطر على منطقة الوسط، ما خلى يعني ما شفنا العبات اليوم حتى الإسناد اللي كان المفروض يسويه فراس الخطيب العمر سومة كان جدا قليل قليل، يعني جدا قليل، ما شفنا عمر سومة مثلا كرات تحصل وتحرك فعلا. يعني اليوم يعني تكتيك الفريقين المدربين رسموه رسم يعني وشرحناه وتكلمنا عنه. طيب علي سانشيز من الواضح انه تعامل بذكاء في هذا الشوط الاول، خصوصا بعد ما انه اوراقا كشفت في المباراه الاولى امام المنتخب العراقي، تعامل بذكاء انه كيف يتحفظ في اجزاء مهمه من هذا الشوط، ان لا يعطي هدف في هذا الشوط، وايضا ربما التفكير الاهم في هذا الشوط بالنسبه لسانشيز هو كيف اقسم الجهد البدني الى حين نهايه هذه المباراه. صحيح، خاصه ان المنتخب القطري كان لعب المباراه قبل يومين من الان، لذلك هو كان يبي يريح بعض، يعني كان ما يبي يستعجل في كثير من الامور، يلعب بتوازن، يلعب بانضباطيه اكثر، خاصه بعض التعديلات اللي صارت، يعني سواء في خط الدفاع او حتى في خط الهجوم. خط الدفاع باسم ما شاء الله عليه اليوم من 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 مقدم مستوى كبير، اسف مقدم مستوى كبير ومستوى ثابت، عكس المباراه الاولى ومستمر على نفس المستوى في المباراه الاولى. والحارس محمد البكري حارس صغير محتاج لمثل هذه الامور، محتاج ان الاثنين اللي قدامه يعطونا الثقه اكثر. انت كنت تتمنى انه ما يكون اليوم خصوصا في مباراه فيها حسم يعني. صحيح، ولكن هم اليوم وجودهم يعني هو وبدروا وجودهم وثقلهم كان في اول الدقائق، خاصه اول الدقائق عطى محمد البكري ثقه، وهذا ما شفناه انعكس في انه صدى العديد من الكرات، خاصه كره الكابتن فراس الخطيب في الدقيقه 23 قدر انه يطلعها، يعني وكانت تقريبا تسديده قويه ورايحه للهدف، ولكن ثبات البكري اليوم وهدوءه عطى الاريحيه حق زملائه وهم عطوه الثقه وقدروا انه ايضا يحتاج هكذا مباراه، يعني اكيد بالضبط تجربة حارس شاف في هكذا مباراة مهمة جدا. صحيح، مثل ما قلت انت، ولكن اتوقع يمكن من اللي كانت عندنا المشكلة هو المعز، تحس المعز إلى الآن يعني مش في 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 مستوى المحور خاصة. كابتن علي المعز العفو قاطعك، يعني المعز كان مراقب مراقبة شديدة. صحيح. من قبل عمر الميداني، عمر الميداني كان مراقبة بحيث أي تحرك هو صحيح وباخذه والثاني في عمق. ممكن علي يقصد أنه المعز ليس هو المعز في بطولة واللي انعكس على ذلك، يعني حتى نشوف ينزل مرات لخط النص يستلم كرة، تسليمه للكرة غلط، هو يستلمها صح وكل شيء لكن تسليمه يكون فيها خطأ، لذلك يمكن من الأسباب أنه ما عنده الاستمرارية في هذا المركز، يعني مع نادي الحيل وكابتن مجبل عارف أنه ما يلعب في هذا المركز، عكس مثلا الكابتن أحمد علال، كابتن أحمد علال يلعب في هذا المركز ويسجل أهداف مع نادي الغراف على المرمى، احس على المرمى افضل من الكابتن المعز، واتمنى ان يعني كابتن احمد علاء يدخل. الواضح اليوم ايضا علي يعني قوه وسط ميدان سوريا يعني اجبرت حتى الهيدوس ما شاهدناه بالفاعليه اللي شاهدناه في المباراه الاولى. صحيح، لان شوف المنتخب السوري شاف المنتخب القطري في المباراه الاولى وشاف الفاعليه الكبيره اللي موجوده في خط النص، واحنا لو نلاحظ يمكن في اول الدقائق وقلتها قبل شوي انه رجع حسن الهيدوس وقدم عبد العزيز حاتم مكانه، صار عبد العزيز حاتم يلعب جناح وحاول انه يرجع الهيدوس عشان يعطي الهيدوس شوي اريحيه في التحركات وفي تسليم الكره، لانه هذه هو النقطه اللي كان يبحث عنها. مثل ما قال الكابتن مجيب الفرطوس في الشوط الاول شفنا التغيير من اليسار ومن اليمين، التغيير من اليمين لليسار دائما كان يكون عن طريق حسن الهيدوس، واخرها اللي كان في اخر الدقائق اللي حولها لاكرم عفيف، ولكن اكرم عفيف ما عرف يتعامل معها بشكل صحيح. طيب كابتن مجيب نتحدث عن الشوط الثاني الآن، 45 دقيقة قطر أما تحسم الأمور بهدف وتنهي كل شيء، المقابل سوريا إذا أرادت الإبقاء على آمالها يجب أن تفوز في هذا الشوط. أكيد، يعني الحلول صعبة صراحة. أنا أقول لك لو أنه ظهير هذا الجنايات أو نديم الصبار قاموا بالمشاركة للمشاركة مع الهجوم، أعتقد ستكون خطورة عليهم، لأنه إحنا لحد الآن ما شفنا قوة لال المعز ولا قوة أكرم عفيف ولا حسن هيدوس، شفناهم يعني ممكن بنصف مستواهم اللي قدموه أمام منتخب العراق. فممكن بالشوط الثاني لو استغلت لو يعني لقوا المساحات الكثيرة ممكن يشكلون خطورة، فأعتقد المباراة لا يكون فيها أي تقدير سوى اجتهادات اللاعبين بصراحة، لأنه
احنا اليوم يعني ما شفنا اي هجمه خطره للفريقين خلال هذا الشوط، ما شفنا اي هجمه خطره. انت تتكلم عن فرصه حقيقيه؟ حقيقيه يعني. نعم يعني سوريا كان فقط التسديد، هذا هو الحل الوحيد. يعني احنا انا شنو نقصد، اقصد هجمات مميزه تكتيكيه من خلال التحرك، مهاجم ينزل، جناح يدخل للداخل، لاعب يسوي اوفر لو معه كروس صحيح وتنعكس الكره، هاي ما شفناها. الفريقين يعني تقريبا مقتنعين بالتعادل. مقتنعين بالتعادل. طيب اعطيني توقعاتك كابتن مجد للشوط الثاني. والله لحد الان انا ما اتوقع احد يفوز بصراحه، على الاوضاع ما شفته يعني ما اتوقع. يعني احساسك يقول رايح للتعادل؟ ممكن للتعادل. طيب علي تتوقع هي مباراه الهدف ولا تعادل؟ تتفق معك؟ لا ان شاء الله العنابي رايح يفوز ان شاء الله. اعطيني توقع تركني من الاونيه. ها فيها اتوقع في اكثر من هدف، في اكثر يمكن 2-1 ولا 2 للعنابي. طيب شكرا لعلي عيسى وشكرا للكابتن مجبل الفرتوس. مشاهدينا الكرام من جديد نعود لارض الميدان واحداث الشوط الثاني الذي تركنا الشوط الاول بالتعادل السلبي، نتيجه مهمه جدا والكل يترقب هذه النتيجه، اما ان تحسم الامور للعنابي واما ان يعود نصر قاسيون لاجواء البطوله. الى زميل عزيز علي الشمالي. أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة للشوط الثاني من لقاء المنتخب السوري والمنتخب القطري، وبالتالي تركنا الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، وشاهدنا هنالك فرص للمنتخب السوري وأيضا فرص للمنتخب القطري. تحدث عن المنتخب القطري والكرات الرأسية اللي ضاعت بالنسبة لقطر، والمنتخب السوري والتسديدات اللي كانت عن طريق اللاعب فراس الخطيب، وبالتالي كان تفوق لحارس المرمى بالنسبة للمنتخب محمد البكري اللي كان حاضر من خلال الشوط الأول بتصديه للعديد من الكرات. هنا عمر السومة. الشوط الثاني نتمنى أن يكون شوط الأهداف، وإذا ما كانت الأهداف حاضرة تحدث عن منتخب سوريا، إذا حقق الانتصار سيكون 3 نقاط لسوريا و3 نقاط لقطر، وراح يكون اللقاء ما بين منتخبنا وأيضا المنتخب السوري القادم، يعني راح يكون الأمل موجود بالنسبة لمنتخبنا الوطني. ولكن إذا ما فاز المنتخب القطري من خلال لقاء اليوم خلاص راح يكون بصدارة المجموعة على اعتبار انه يصل للنقطة السادسة، ولكن يعني لغاية الان التعادل بدون اهداف. تعادل هنا تامر الحاج، وهنا واثق محمد حكم اللقاء، والكرة بعد ذلك كانت فيها صافرة وخطأ، ووصلت الان للمنتخب القطري، كرة لبسام. الشوط الثاني كرة فيها تمرير أكرم، وحكم المباراة واثق قريب، وبالتالي هنا أكرم لما ظهر من خلال هذا اللقاء يعني كظهوره الأول في مباراة منتخبنا الأولى. كان في تلك المباراة أداء أفضل، وكنت أكيد يعني المهاجم عندما تشاهده و حتى لو ما كان مهاجم يعني تعتمد باعتماد كبير على لاعب على اسم خاص لدى الفريق، اذا ما كان حضوره على مستوى الاداء يعني من خلال تحركات داخل ارضية الملعب حاذرا، ولكنه يظهر بتسجيل خلاص يعني هذه تكون يعني بالنسبة للمدرب الشيء الكثير. عاد اليوم اكرم ما ظهر بالتسجيل ولا حتى الاداء، يعني الاداء كان افضل في المباراة الماضية، ولكن في هذا الشوط الشوط الثاني والكل يعلم بأن الشوط الثاني شوط المدربين، وربما تتغير الأمور ويجعل المدرب سانشيز أو بالمقابل ستانج الألماني مع منتخب سوريا. هذه الأسماء، بينما سوريا الآن عمر السومة، جول لسوريا، هدف للمنتخب السوري في الدقيقة 49
السومة لاعب منتخب سوريا يسجل جول لسوريا هاب عمر السومة وسجل حضوره تحت انظار الجميع الجماهير. واستانجل الماني يحيي السومة، والسومة اللي حضر بكرة حضر بلقطة، وبالتالي هنا يعني تحدث عن الخطأ الكبير من محمد علاء، ولكن السومة يظهر ويتابع الكرة، وبالتالي بهذه الطريقة يمر مرور الكرام من أمام محمد البكري، وبالتالي يسجل أول أهداف المباراة. جول لسوريا وبالتالي الفرحة لغاية الآن هي سوريا. والسومة السومة 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 لاعب الأهلي السعودي المحترف مع الأهلي السعودي يسجل حضوره مع منتخب سوريا. وذكرت بأنه السومة والخطيب وأكرم عفيف والهيدوس، هذه الأسماء يجب أن تظهر في المباراة. واحد من هذه الأسماء أن يظهر ويسجل حضوره، وبالتالي هدف لمنتخب سوريا مقابل لا شيء لقطر. هذا الهدف وهذه النتيجة لغاية الآن تجعل منتخبنا ربما يعني والآمال، بينما الكرة الآن عرضية للأمام ولكنها بعد ذلك تبعد الكرة، والتسديد مرت إلى خارج أرضية الملعب. عمر السومة سدد الكرة ولكنها مرت بهذه الطريقة إلى خارج أرضية الملعب. هنا الإعادة للكرة الماضية، وكيف سدد الكرة، وبالتالي بعد ذلك الكرة مرت، بينما تبقى خطورة سوريا. هذه الكرة خطيرة ولكن تبعد عن طريق ميدرو إلى خارج أرضية الملعب. إلى ركنية الآن، سوريا أفضل، منتخب السوري أفضل، والجماهير اللي تشجع سوريا ومنها جماهير مع قطر، وبالتالي أمسية جميلة ثانية بعد أمسية مباراة منتخبنا مع قطر. والكرة عالية والضربة الرأسية وصلت لحارس المرمى البكري. إبراهيم عالمة رمية التماس الآن، تفوق للألمان ستانج من خلال شوط المدربين لغاية الآن على حساب الإسباني سانشيز. كل يعلم بأنه ستانج سبق وأنقاد منتخبنا الوطني. ولدينا كرة الآن لماديبو بيدرو، مرة أخرى كرة لمصلحة قطر. منتخب القطري بكل تأكيد سيحاول أن يعود، بينما السومة الآن هو من مرر الكرة لهجوم لمصلحة سوريا. منتخب السوري الآن يحاول للخطيب فراس عرضية جول، من أمام المواس محمود المواس من أمامه تبعد، وبهذه الطريقة وتغطية حاضرة، وبالتالي إلى خارج أرضية الملعب. ركنية الآن للأحمر، والمنتخب السوري بأفضلية واضحة، ولكن عبد الكريم حسن هو من أبعد الكرة في اللقطة الماضية، وبالتالي لدينا ضربة ركنية. هنا الإعادة كانت للكرة اللي أبعدت من قبل عبد الكريم حسن، والركنية الآن تنفذ عالية، إبعاد مرة أخرى وصلت لمحمد البكري، ولكن واثق محمد يطلق الصافرة وخطأ لمصلحة المنتخب القطري اللي كما ذكرت يعني ربما مع التغييرات. هذه الصورة للجماهير الحاضرة في استاد البصرة الدولي، جماهير
شكر موصول لجميع من ساهم بنجاح هذه البطولة وأيضا برفع الحذر عن المحافظات الثلاث. وبالتالي أكرم الآن بكرة عرضية. شكر موصول لحكومتنا والشكر موصول لوزارة الشباب اتحاد الكرة الجميع كل من ساهم برفع الحذر عن محافظات الثلاث إن شاء الله عن بغداد أيضا يرفع وبالتالي يكون العراق في جميع محافظاته يستقبل بطولات ومباريات رسمية وودية. كرة ملعوبة الآن لمصلحة المنتخب السوري والكرة سريعة عن طريق المواسلان محمود المواس تبعد الكرة من أمامه. عادت الكرة الآن لمصلحة المنتخب السوري. هدوء الآن نقل الكرات يحاول أن يهدم رتم المباراة المنتخب السوري. يعني أتحدث عن تفكير لمنتخب سوريا أن يمر الوقت والبعض من الدقائق وبالتالي يعني يمر الوقت والبعض من الدقائق والنتيجة 1-0 للمنتخب السوري. على هذا الأساس ربما يعني يمتص الهجوم بالنسبة لمنتخب قطر والمنتخب القطري اللي يحاول أن يعود بأسرع وقت. ولكن سوريا الآن تعتمد على كرات في جميع الكرات. تشاهد المنتخب السوري هو خطير مواس الخطيب السومة وفهد يوسف هذا الرباع الخطير هذا. ولكن الله على الهيدوس الله على الهيدوس وقطر الآن. ولكن حارس المرمى إبراهيم عالمة في اللقطة الماضية وبالتالي كان ممكن. ولكن الله الله على الهيدوس وعبد العزيز حاتم هو من سدد الكرة. ولكن حارس المرمى إبراهيم عالمة والإعادة توضح الصورة الآن وبالتالي التمركز الجيد لحارس المرمى في اللقطة الماضية. تغيير الآن للمنتخب القطري. منتخب القطر الآن لدينا سالم الهاجري. سالم سيشارك الآن. سالم علي الهاجري بديلا لثمانية أحمد معين. وأيضا أعتقد بأنه بالرقم 12 أيضا شارك اللي هو كريم بضياف. كريم بضياف يشارك. كرة ملعوبة الآن للأمام. كرة لجهة اليمين عن طريق محمود المواس. تغييران للمنتخب القطري بدفعة واحدة للمدرب الإسباني فيليكس سانشيز. كرة الآن لهجوم لمنتخب قطر. محاولات ستكون حاضرة ومستمرة وتبقى على هذا الأساس. يعني المنتخب القطري بكل تأكيد سيحاول أن يزيد من الكرات الأمامية من الهجوم. أوه! جول لقطر. هدف للعنابي هدف لعبد العزيز حاتم. يسجل عبد العزيز هدف من الأهداف الجميلة لقطر. الله على قطر وهذا الهدف الجميل هذا الهدف الرائع هدف من الأهداف اللي سجلت بالبطولة وبالتالي هدف جميل بالنسبة للمنتخب القطري. القطر الآن يعود في الدقيقة 58 وعبد العزيز حاتم يسجل حضوره بقدم يسارية قوية. ولكن عبد الكريم
عبد الكريم صاحب الكرة العرضية، وبالتالي الله 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 على الهدف، الله على كرة الهدف، نقل الكرة، ولكن ياهي نظرات من عبد الكريم حسن، ياهي نظرات بتواجد عبد العزيز حاتم في مكان، ومن ثم ارسل الكرة العرضية للمكان المناسب للاعب المناسب، وبالتالي عبد العزيز حاتم يسجل هدف من الاهداف الجميلة بشكل مباشر، يضع الكرة وبالتالي بدون تحضير بدون تأني وبشكل مباشر يسجل هدف التعادل في الدقيقة 58. حلوة المباراة، واحد واحد الآن، واحد واحد الآن، مباراة فيها تعادل، فيها تعادل، وبالتالي هنا لدينا ربما خطأ، وعمر السومة هنا لعادة لكرة الخطأ، بيدرو هو من أخطأ باللقطة الماضية، وبالتالي لدينا ضربة حرة مباشرة للمنتخب السوري، فراس الخطيب حكم المباراة الدولي واثق محمد، وبالتالي يعيد حاط الصد المسافة القانونية، ومنتخب سوريا الآن، وفراس بكل تأكيد المنتخب السوري سيحاول أن يضيف الثاني، وفراس أرسل كرة عالية والسومة بضربة رأسية ولكنها لا خارج أرضية الملعب، ولدينا ركلة مرمى، ركلة مرمى الآن هنا لإعادة لكرة فراس، والرأسية من قبل السومة إلى خارج أرضية الملعب، وبعد ذلك الكرة مرت إلى ركلة مرمى، هنا خطأ لأكرم عفيف، السلامة لعبد الكريم حسين يشكو من الإصابة يتلقى العلاج خارج الملعب، صانع الهدف، صانع هدف التعادل بالنسبة للمنتخب القطري، ولكن عاد سريع المنتخب القطري، يعني دقائق مرت وبعد ذلك عاد للمباراة وسجل هدف التعديل، وبالتالي هو الآن بهجوم، لكن المواس أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، هنا محمود المواس وهنا عبد الكريم حسن، رمية التماس تنفذ بشكل سريع، وصلت للهيدوس، اوه مرت الكرة وكانت خطيرة خطيرة، ولعب الكرة بهذه الطريقة من قبل الهيدوس، حسن ارسل الكرة بهذه الطريقة ولكنها كانت قريبة وخطيرة للمنتخب القطري، مرت الكرة، يبقى التعادل بهدف مقابل هدف، هنا فراس الخطيب مهاجم منتخب سوريا، والكرة بعد ذلك في وسط الملعب الآن، عمر السومة لمحمد أو محمود المواس مع الخطيب، المواس المواس أرسل كرة ولكنها وصلت لحارس المرمى، وصلت لمحمد البكري، هجوم الآن لقطر، تمرير والمعزة علي يحاول، معز علي 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 علي، هذه خطيرة، قطر الآن، قطر الآن، وفرصة ضاعت ضاعت على قطر، كان ممكن هو المعز علي، مر من الأول مر من الثاني، كان ممكن أن يسدد، وبالتالي كان ممكن تكون الخطورة حاضرة بشكل أكبر في اللقطة الماضية، على كل حال ومرر الكرة لعبد العزيز حاتم، كرة أمامية الآن ووصلت لحارس المرمى، وصلت لإبراهيم عالمة، هنا الإعادة للتمريرة اللي كانت رائعة، وبعد ذلك المرور الأول والمرور الثاني، وكرة الآن تبعد إلى خارج أرضية الملعب، ولدينا رمية تماس، تماس الآن لمصلحة منتخب سوريا،
تلفوا الكرة الآن في رأس الخطيب، رمية التماس أو ركلة مرمى. الكرة في اللقطة الماضية مرت، وبالتالي حسين تركي حكم المساعد الدولي الأول، الراية تشير لوجود ركلة مرمى، وبالتالي كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا أكرم الواضح في الصورة. طبعا لقاءات الفريقين هي عديدة، لما تحدثنا عن لقاءات منتخب سوريا ومنتخب قطر، كل يعلم بحضور منتخب قطر إلى العراق بمباراتين في الماضي، وسوريا أيضا بمباراة. ولما تحدثنا عن لقاءات الفريقين، 5 انتصارات لقطر مقابل انتصارين لسوريا وتعادلين. النتائج اللي كانت حاضرة ما بين المنتخبين بالسنوات الماضية. بينما الكرة الآن وصلت لمحمود المواس، يحاول أن يتقدم، ولكن عبد الكريم بقوة جسمانية كبيرة بطبيعة الحال كل يعلم، والكرة مرت الآن من أمام الهيدوس. المواس، سومة، الحاج، تامر، خطيب، كرة إلى جهة اليسار، هجوم لمنتخب سوريا، وكرة عرضية ممكن الآن، مرور بالكرة وصلت لفراس. فراس الآن يحاول، وتغطية حاضرة من قبل اللاعب كريم بضياف، وبعد ذلك الكرة تبعد، وصلت لمحمود. المواس الآن، مواس يحاول تمرير الكرة، ولكن إبعاد عن طريق سالم الهاجري في اللقطة الماضية. وأكرم الآن يقود هجوم سريع مع المعز علي، علي المعز يحاول، وحكم المباراة يشير لوجود خطأ الآن، خطأ وبطاقة. هنا المعز علي، سلام للاعب منتخب سوريا. وهنا لدينا تغييرات، لدينا يوسف قلفة رقم 3، ولدينا علاء الشبلي بالرقم 15. هنا الإعادة للقطة الماضية، علاء الشبلي كل يعلم بتواجده مع الدوري العراقي. هنا علاء، وهنا أيضا اللاعب الآخر اللي هو يوسف قلفة. ايضا تغييرين لدفعة واحدة. بينما الان المنتخب القطري اللي يحاول من خلال هذه الكرة، الان منتخب قطر سيحاول من خلال الكرات الثابتة، وهذه خطيرة وقريبة، والهيدوس قريب، الهيدوس ممكن. حسن الان، حسن لقطر، حسن لقطر، حسن لقطر، ولكن حارس المرمى ابراهيم عالمي هو من أبعد الكرة في اللقطة الماضية. هنا ضربة رأسية عادت الآن، عادت لعبد الكريم، إبعاد للكرة الآن، عادت للسومة، مرور ممتاز، عمر الآن، عمر 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 يحاول، طول الكرة باللقطة الماضية. وبالتالي على كل حال منتخب السوري مع المنتخب القطري من خلال الشوط الثاني الأداء غير، الأداء مختلف يعني، وكما طالبنا وكما تمنينا أن يكون الأداء مختلف، أداء هجومي، أهداف، نعم حضرت الأهداف، والكرات الهجومية والفكر الهجومي لدى المدربين كان واضح من خلال الشوط الثاني لدى ستانج ولدى سانشيز الألماني والإسباني. ولكن لغاية الآن القطري والسوري بتعادل، وفي بطولة الصداقة بضيافة العراقي، وفي ملعب البصرة الدولي، وبالتالي الكرة داخل منطقة الجزاء، إبعاد عن طريق
فهد يوسف ابعاد في اللقطة الماضية والكرة بعد ذلك مرت الى ركلة مرمى حكم المباراة هنا الهيدوس وايضا هنا الاعادة لكرة الهيدوس وحارس المرمى كانت في المكان اللي تواجد فيه حارس المرمى هنا الاعادة طبعا الاتحاد السوري ابدا رغبته في اختيار ملعب البصرة هذا الملعب ملعب البصرة الدولي كأرض للمنتخب الأول في المباريات المقبلة للمنتخب السوري طبعا بعد الترحيب الكبير للجماهير العراقية وكانت هنالك موافقة مبدئية من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم سوريا هنا والعراق بقطر قطر بالعراق بقية الدول وتجمع للشقاء وبالتالي كل يعلم بأنه الدول العربية وحضور الدول العربية وتجمع الدول العربية في جميع المسابقات إن دلت على شيء فهي تدل على الأخوة والتلاحم الكبير و مع قطر مع سوريا اليوم إن شاء الله القادم أفضل يكون أيضا مع منتخبات مختلفة بينما الأكرم الآن يحاول جول جول لقطر ثاني العنابي غالي 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 العنابي جول ثاني للقطري وعن طريق عفيف عافاك الله يا عفيف عافاك الله على هذا الأداء أداء أكثر من رائع للمنتخب القطري لأكرم عفيف اللي مر وتقدم وتحت أنظار هذا الرجل الإسباني سانشيز وبالتالي يقلب الطاولة والآن قطر هي من تتقدم بهدفين بعد تقدم المنتخب السوري كان في البداية ولكن أكرم عفيف اللي ظهر في مباراة العراق يظهر الآن ما في تسلل وما في راية والقرار صحيح وبالتالي مرر الكرة وصانع الهدف الأول هو صانع الهدف الثاني إذن عبد الكريم حسن يصنع وكما ذكرت اللي تابع المباراة بالبداية ذكرت بأنه عبد الكريم دائما ما يصنع واعتماد كبير على جهة اللاعب عبد الكريم بجهة اليسار بالنسبة للمنتخب القطري ذكرت خطورة هذا اللاعب واعتماد كبير على هذا اللاعب بإرسال كرات عرضية في الشوط الأول أرسل العديد من الكرات ولكن ما كانت دقيقة جدا ولكن من خلال الشوط الثاني شاهدنا حضوره كان بشكل ممتاز كرة ملعوبة الآن لسوريا نسور قاتشيان نسور قاتشيان المنتخب السوري الله على سوريا الله على سوريا الله عليك يا زاهر ميداني 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 زاهر يسجل زاهر يعود زاهر لسوريا الله على سوريا الله على المنتخب السوري وياهي مباراة ياهي مباراة جول بجول هدف هنا وهدف هنا وبالتالي عادت المباراة لكل فريق هدفين الآن زاهر ميداني يسجل ويعود بشكل سريع الله 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 المحترف بدورينا لاعب القوة الجوية يسجل هدف التعادل 2-2 الآن في جذع النخلة في البصرة الفيحاء وتحت أنظار الجميع وياهي فرحة لنسور قاسيون وللعنابي الله على هذه المباراة
الله على هذا الأداء اللي يقدمه الفريقان. وكما توقعت ويعني أغلب المتابعين توقعوا بأن المباراة راح تكون واحدة من المباريات الجميلة، لا بل هو شوط ثاني، تحدث عن شوط ثاني. نعم بالفعل كان الأداء مميز بالنسبة للمنتخبين، كان الأداء رائع بالنسبة للمنتخبين، وبالتالي هذا الأداء اللي يقدمه المنتخب القطري والمنتخب السوري من خلال الشوط الثاني والله أداء أكثر من رائع. 4 أهداف جميلة، هدف هنا وهدف هنا، تقدم السوري وعاد للقطري ومن ثم عاد بثاني القطري ومن ثم تعادل السوري، عاد الآن الثالث. راح يكون لمن؟ راح يكون لمن؟ صافرة وخطأ لمنتخب قطر الآن. عمر السومة هو من أخطأ، كرة أمامية، أكرم عفيف، هنا أكرم، كرة ملعوبة الآن أمامية عالية، المعز داخل منطقة الجزاء لأكرم، كرة عرضية ولكن بعد ذلك الكرة تبعد. عبد الكريم حسن لأكرم، صافرة وخطأ، وبالتالي عبد الكريم هذا اللي ما نتمناه، هذا اللي ما نتمناه، وبالتالي بهدوء بهدوء في بطولة صداقة، في بطولة رفع الحذر، ونحن الأشقاء بطولة ودية دولية، نعم في مباراة في أمسية جميلة في بصرة الخير إن شاء الله، وهنا بطاقة صفراء، خطأ الآن، خطأ الآن، ولدينا بطاقة هنا الإعادة للكرة اللي كان فيها دخول عبد الكريم حسن، وأيضا على الشبلي، ومن ثم بعد ذلك على كل حال مرت وتستمر المباراة. وكذلك لدينا الآن خطأ في مكان خطير، خطأ في مكان خطير، عمر السومة مع أكرم عفيف، والله يعني المباراة ما تحتاج لي هكذا، ما تحتاج المباراة، ما تحتاج لتعصب، مباراة ببطولة ودية دولية، تجمع ما بين الأشقاء، منتخب سوريا مع المنتخب القطري، لغاية الآن حبايب وهدفين لكل فريق بشوط ثاني جميل، بشوط ثاني رائع. الآن المنتخب القطري ويحاول أن يضيف في الثالث، الآن قطر الآن، كرة ملعوبة ولكنها تبعد إلى خارج أرضية الملعب، ولدينا تغيير الآن، منتخب القطري إسماعيل محمد بديلا لعبد العزيز حاتم صاحب الهدف الأول للمنتخب القطري في هذا اللقاء. كرة في الوسط الآن، بسام وصلت لكريم،
عودة بالكرة للخلف، أهداف جميلة في اللقاء شاهدناها. كرة من عبلان لمنتخب سوريا، وعمر السومة يتابع الكرة ولكنها وصلت لمحمد البكري. كريم بضياف بسام، كرة بالوسط، عادت الآن منتخب القطري، كرة على الطرف الأيمن، تمرير باتجاه الهيدوس ولكن على الشبلي ومن أبعد الكرة في اللقطة الماضية. كرة للمنتخب السوري، يوسف قلفة واحد من البدلاء أرسل الكرة ولكنها وصلت أيضا لحارس المرمى. عند كريم حسن، هجوم لمنتخب قطر، هيدوس هيدوس، كريم بضياف الآن، نقل الكرة، تبادل الكرات ونقل الكرات لمنتخب قطر. هدف الثالث ربما راح يكون حاضر، ما يكون حاضر، مباراة تنتهي يعني بهذه النتيجة، 10 دقائق الوقت المتبقي لنهاية المباراة، ولكن شوط ثاني مغاير عن الشوط الأول، 4 أهداف في اللقاء. كرة ملعوبة الآن لمنتخب سوريا، تامر الحاج يحاول الآن ونقل الكرة، بعد ذلك الكرة عادت لمنتخب قطر، أكرم لعبد العزيز أو عبد الكريم حسن، عبد العزيز ترك المباراة، هنا عبد الكريم حسن، وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى حارس المرمى. آخر طبعا لقاءين ما بين الفريقين، لقاءات كانت حاضرة بتصفيات كأس العالم المؤهلة لروسيا، لقاء الذهاب فوز قطر بهدف مقابل لا شيء عن طريق الحاضر حسن الهيدوس من ركلة جزاء، وآخر لقاء كان الإياب في التصفيات انتهى بفوز سوريا ب3 أهداف مقابل هدف واحد، عمر خريبين الغائب 2 ومحمود المواصل حاضر من خلال هذا اللقاء سجل هدف، والغاب عن المنتخب القطري علي أسد هو من سجل الهدف الوحيد لمنتخب قطر في تلك المباراة. على الشبلي هنا نديم لاعب الواضح في الصورة، بينما عمر السومة هنا سانشيز الإسباني، ولدينا تغيير الآن، أحمد علاء لمنتخب قطر بديلا لأكرم عفيف. تغيير لمنتخب قطر، لاعب ممتاز اللي هو أكرم عفيف، برافو لأكرم، لاعب ممتاز، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. الآن لدينا تغيير الآن، عدي جفال لمنتخب سوريا بديلا للمواس، بديلا لمحمود المواس. الآن عدي جفال واحد من اللاعبين أيضا المميزين، لاعب الجزيرة الأردني سبق وإن كان في دورينا حاضرا، ومحمود المواس لاعب أم صلال يترك أرضية الملعب
تغييرات مستمرة لكل المدربين، والتغييرات بطبيعة الحال يعني في الشوط الثاني أتت، وتغيير النتيجة أيضا في الشوط الثاني كان حاضرا، وتغيير الأداء أيضا حاضرا كان من خلال الشوط الثاني. إذن الشوط الثاني يعني واضحة فيه الأمور بأنها كانت مميزة، هنا اعتماد من قبل المدافع مع حارس المرمى والإبعاد كان خاطئ، وبالتالي الكرة بعد ذلك تبعد إلى خارج أرضية الملعب. الآن هنا عودي جفال، لاعب سريع ولاعب ممتاز يقدم عطاء مميز مع فريق في الدوري الأردني. كرة ملعوبة الآن، عالية الكرة وصلت إلى الجهة البعيدة، المحاولة عن طريق اللاعب إسماعيل محمد اللي شارك قبل قليل بالرقم 17، ولكن هنالك صافرة وخطأ. هنا الكرة اللي كان فيها لمس باليد عن طريق اللاعب كريم بضياف، خطأ الآن لمنتخب سوريا. عمرو ميداني، عالية الكرة، خطيرة لسوريا، خطيرة لسوريا، سوريا الآن محاولة لعدي جفال، أرسل الكرة ولكن بعد ذلك إبعاد. كان ممكن التسديد من الكرة الأولى عن طريق اللاعب الحاضر كبديل من خلال هذا اللقاء بالرقم 3 يوسف قلفة. هنا الجماهير الحاضرة في مدرجات جذع النخلة استاد البصرة الدولي هنا في البصرة، في البصرة الفيحاء، و أمسية كروية ثانية جميلة، تجمع جميل مرة أخرى بعد المباراة الأولى. كرة ملعوبة الآن، تغيير اتجاه اللعب للجهة البعيدة، والمحاولة مستمرة الآن لمنتخب سوريا، إرسال كرة للأمام ولكنها وصلت لحارس المرمى. هيدوس حسن يحاول الله على المرور، مرور ممتاز كان في اللقطة الأولى، بعد ذلك الكرة الآن وصلت لهجوم عن طريق قلفة، يوسف قلفة وسيطر على الكرة وخطأ، وحكم المباراة عادت الآن لثامر الحاج. عدي جفال الآن لقلفة، تغيير اللعب لجهة اليسار، هجوم لسوريا، استدت الكرة وبعد ذلك كرة عرضية ولكنها وصلت لحارس المرمى البكري. جهاد تمرير الآن، زاهر صاحب هدف التعادل للمنتخب السوري، زاهر ميداني، كرة وصلت الآن لعمرو ميداني، عودي جفال، كرة لمنتخب سوريا، ثين لغاية الآن، تقدم المنتخب السوري عن طريق السومة، والتعادل كان عن طريق عبد العزيز حاتم، ومن ثم الهدف الثاني للمنتخب القطري عن طريق اللاعب أكرم عفيف، وبعد ذلك التعادل يأتي عن طريق زاهر ميداني، ولدينا لاعب آخر يتهيأ لي الاشتراك اللي هو خالد المبيض. خالد المبيض الآن سيشارك لمنتخب سوريا، لاعب اللي يتواجد في الدوري السوري مع نادي الطليعة، بينما عمر السوم الآن يحاول دقائق الأخيرة، هدف راح يكون قاتل وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تغيير الآن
زاهر ميتاني هو من يترك أرضية الملعب. جماهير الحاضرة تحية لهذه الجماهير وتحية للجميع. من حذر هنا التغيير زاهر ودخول خالد المبير. دقيقة الأخيرة يا من تتابع وتشاهد عبر قناة الرياضية العراقية في كل مكان. تعادل بهدفين لغاية الآن لكل فريق. لما انتهت المباراة بهذا الحال منتخب السوري بكل تأكيد يعني سيحاول من خلال المباراة القادمة الفوز على منتخبنا بأكثر عدد من الأهداف كي يصل للصدارة. كل يعلم بأنه منتخب قطر فاز على منتخبنا بثلاث أهداف مقابل هدفين، وعلى سوريا إذا ما كان الانتصار حاضر على منتخبنا راح يكون يعني بفارق الأهداف، وعليه أن يسجل أكثر من ثلاثة أهداف في مرمى منتخبنا. ولكن إذا ما فاز منتخبنا على سوريا سيكون يعني خلاص قطر في الصدارة، على اعتبار أنه يعني سوريا راح يكون لديها نقطة ومنتخبنا ثلاث وقطر أربعة إذا ما فزنا على سوريا في المباراة الأخيرة. تبقى المباراة الأخيرة هي الفاصلة بالنسبة لجميع المنتخبات. ثلاث دقائق الوقت المحتسب بدل الضائع. في أمسية مرة أخرى هنا في جذع النخلة في استاد البصرة الدولي في لقاء في شوط ثاني بالتحديد كان مميز بكل ما تحمله الكلمة من معنى، على اعتبار انه الشوط الثاني يعني شوط الاهداف وشوط الندية والسرعة، وكما يعني يعلم الجميع بانه شوط المدربين. نعم اثبت سانشيز مع ستانج بانه الشوط الثاني شوط المدربين، وبالتالي عبد الكريم الان يحاول لمنتخب قطر. اداء مميز لهذا اللاعب، اداء اكثر من رائع لعبد الكريم حسن لاعب منتخب قطر. كره ملعوبه الان للمنتخب السوري جهه اليسار، محاوله للتوغل وخالد ذنبير. تمرير الان عدي جفال، سريعه الكره سريعه واضحه واضحه الكره راح تكون بعيده وبالتالي مرت من الجميع الى خارج ارضيه الملعب. سيد علي جبار، سيد طارق احمد، جميع اللي يتابعون المباراه ذلك كان واضح في الصوره. احمد علاء، كره ملعوبه الان لمنتخب سوريا على شبلي أمامي الكرة. عمر السومة يحاول إبعاد للكرة الآن مرة أخرى، عادت الكرة للخلف وبعد ذلك وصلت لعمرو. ميداني لعلاء الشبلي، عادت الكرة الآن حارس المرمى إبراهيم عالمة، أرسل كرة عالية أمامية الكرة، كرة في الوسط الآن وصلت للهيدوز. بيدرو بسام، كرة لقطر، إبعاد للكرة ممكن الآن عن طريق سالم عبد الكريم. إذن هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة الدولي وازق محمد لنهاية هذه المباراة، المباراة الثانية لبطولة الصداقة الدولية المقامة هنا في البصرة في ملعب البصرة الدولي في جذع النخلة، والمباراة تنتهي بهدفين لكل فريق ما بين المنتخب القطري والمنتخب
السوري. إذن نسوق قاسيون مع العنابي حبايب من خلال هذا اللقاء في شوط ثاني ممتع كان ما بين الفريقين. حتى ألتقيكم في مباريات أخرى، من التحية والسلام معلق المباراة علي الشمري. عودة للزميل هشام محمد وضيوفه الكرام في الاستوديو التحليلي، لك الكلمة عزيز هشام.